السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زملائي الأعزاء، هكذا تعلمت من أستاذي بعض الحاجات اللي استفدنا منها خلال فترة التدريب. ويمكن أهم حاجة أن لازم حضرتك وانت رايح المحكمة تكون مرتب أولوياتك، هتبدأ بإيه ثم إيه ثم إيه حسب الأهمية، وفي نفس الوقت حسب ظروف المحكمة، بمعنى الجلسة الأهم، الجلسة نمرة واحد، الحاجات اللي مرتبطة بخزنة لازم ننتبه ليها. طيب مسائل بيبقى الموظف يعني فرصة ان انت تتعامل معاه في جو مناسب اكتر اخر النهار، يبقى خلي الحاجات الخاصة بالاطلاعات والكلام ده مثلا اخر النهار. بالاضافة للكلام ده لازم وانت حضرتك بتتعامل تكون ملم بالاجراء القانوني الصحيح، بمعنى لو قابلك معوق تعرف ترد على اللي بيعمل العائق ده، تقول له والله القانون بيقول كذا وكذا. هديك مثال، لو بتطلع صورة طبق الأصل من حكم، صورة طبق الأصل من حكم وانت ليس لك اي صفة فيها، هل القانون بيديك هذا الحق؟ نعم بيديك هذا الحق، لان في مبدأ اسمه مبدأ علانية الاحكام، فمن حق اي شخص انه ياخد صورة من الحكم. يبقى انت لما بتتكلم على اساس قانوني ومعك ورقة وقلم، سلاحنا الوحيد الورقة والقلم، نحن لا نملك عضلات مفتولة، ربنا يبارك في شباب لهم عضلات مفتولة، لكن احنا لما بنتعامل في المحكمة ما بنتخانقش وما بنتعاملش بالعضلات، لكن بنتعامل بالورقة والقلم والعلم القانوني. طيب لقيت واحد بيعوق الإجراء، قل له اكتب لي يا فندم على الطلب انك رافض، في رفض للطلب ده اكتب لي كده عشان انا ابقى عارف ليه او لا ليه، وهكذا من غير خناق من غير انفعال من غير مهاترات. كمان في نقطة مهمة جدا عايز اقولها، ان لابد الشباب يعني كلنا، مش هقول الشباب كلنا، لازم نكرس ونخصص وقت يومي للقراءة مش اقل من ساعتين، ده مهم جدا جدا جدا. بالاضافة لكده المناقشات القانونية لازم وانت في المحكمة تنكش كده زمايلك، تنكش كده عشان تفتحوا مواضيع قانونية تبحثوها بعيدا عن الكلام العام والكلام المرسل، دايما ركز على النقط دي، لانك انت اذا كنت تملك خبرة فحواليك 20 خبرة، فحاول تستفيد وتفيد اللي حواليك بالخبرات سواء منك او لك. نقطة برضو مهمة، لما تدخل الجلسة لازم حضرتك بعد ما تخلص القضية اللي انت بتحضر فيها تحضر شوية في القضايا الأخرى تسمعها، يعني مش تحضر تروح تحضر، لا تقعد تسمع القضايا وتفهم وتتعلم الدفوع والطلبات واتجاه المحكمة والأفكار اللي المحكمة بتتعامل بيها، وإمتى تطلب ضم وإمتى تطلب صورة رسمية، وإمتى تتمسك بضم محضر مثلا أو تقدم صورة رسمية. ما هو ده كلام لابد بيجي بالخبرة ومن خلال تواجدك في الجلسة. النقطة الأخيرة عشان لا أطيل على حضراتكم، إما تاخد قضية لا تتعجل إنك تاخد القضية، لازم تدرسها كويس الأول وتعرف نسبة النجاح فيها قد إيه والمجهود اللي هيبذل فيها قد إيه، لسببين. أول حاجة هتقدر تحقق نجاحات فيها من خلال مجهودك طبعا، فده هيحسب ليك ولتاريخك. النقطة الثانية هتقدر تقدر أتعابك التقدير المناسب، يعني ما تقولش هاخد 5 قروش وأنت لا تعلم أن القضية ممكن تاخد وقت أطول كتير، فيبقى 5 قروش مش كفاية، أو تاخد 5 قروش وردها تخلص في جلسة. فهذه مسألة مهمة، لازم تربط الأتعاب بالمجهود وما ستقدمه من بذل وعطاء خلال فترة العمل في القضية. كمان ما تعتمدش على المعلومات السريعة تكوي، احنا حياتنا دلوقتي كلها بقت تقريبا تكوي، لكن في القانون ما ينفعش تقف قدام الدايرة وتقول القاضي ده بيعمل ايه، اقول كلمتين ايه، ما ينفعش. انت رايح بتحضر نفسك وتذاكر قضيتك وتبقى عارف الاحتمالات المتوقعة في الموضوع وتعلم كيف تتعامل مع المحكمة اذا واجهت لك اسئلة خلال الفترة دي. وعايز اقول نقطة مهمة جدا، انك احذرك انك تقف قدام باب المحكمة يعني باب الدايرة وتسأل الزملاء
وجربها كده، اسأل زميل قول له القاضي ده كويس حلو كويس ولا وحش، هيقول لك لا 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 وحش جدا. اسأل بعدها زميل تاني في حتة تانية في نفس المكان قول له القاضي ده عامل، يقول لك ممتاز جدا. ليه بقى؟ هو الاثنين صادقين، لان زميل استطاع ان يحصل على حكم لصالحه من هذا القاضي او من هذه الدائرة فحكم على القاضي انه ممتاز، وزميل اخر خسر دعوة امام نفس الدائرة فشعر ان هذه المحكمة مش مظبوطة صعبة وهكذا. فدايما اعتمد مش على ظروف الدائرة، على ظروف القضية اللي انت داخل بشأنها، لان ليس هنا قاضي سيء وليس هنا قاضي يميل للإدانة او يميل للبراءة، انما القضاء يتعاملون مع الأوراق وعلى قناعتهم وعلى قدرات الزملاء المحامين في توصيل الهدف والمعلومة بشأن القضية المطروحة وهكذا. وانا مش عايز اطيل على حضراتكم يعني، لكن عايز اختم بعبارة جميلة جدا انا شخصيا شايف ان هي ممكن تبقى يعني مبدأ نمشي عليه كلنا، وهي ان من اعلى مراتب العدل، من اعلى درجات العدل القياس على النفس، من اعلى درجات العدل القياس على النفس. لو حطيت نفسك دايما كأنك او في مكانة الطرف اللي انت بتتعامل معاه لا هتظلمه، بل هتبقى منصف جدا، وهو هيستشعر انك حقاني ومنصف وملتزم تماما، وده هيعمل نوع من الحب والعلاقات الطيبة بين الزملاء وبين كافة الجهات اللي بنتعامل معاها بشكل رائع جدا، يعيد للمحاماة قيمتها وهيبتها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.